مش عارفة، احنا معانا تليفون يا جماعة، معانا أستاذ صمويل محرك البلاغ، مش معانا. طيب احنا كنا حابين يكون معانا، يعني نعرف أكتر ايه اللي حصل في الموضوع ده، بس ربما يكون معانا في وقت لاحق. النهارده دكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة طب الإدمان في وزارة الصحة والسكان كشف عن عدد من الإصابات بمرض الإيدز واللي تم اكتشافها سنة 2014، وقال إن العدد بلغ 880 حالة، منها 816 حالة لسه على قيد الحياة و64 ماتوا. حماد قال في تصريحات صحفية إنه 39% من إصابات الإيدز في مصر بسبب تعاطي المخدرات بالحقن، و19% منها بسبب الإصابة بسبب العلاقات الشاذة. مش عارفة هل هيكون بالإمكان يكون معانا دكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة طب الإدمان. طيب بالفعل هو معانا دكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة طب الإدمان في وزارة الصحة والسكان. أهلا وسهلا بحضرتك معانا في البيت بيتك، والأحداث دي من 2014. أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقه الكلام ده كلام مدير البرنامج الوطني لمكافحه الايدز بوزاره الصحه، ودي فعلا الاحصائيه بتاعه 2014 بالظبط. طيب ايه اللي حصل بقى في 2015؟ وصلنا لايه في 2015 واحنا يعني قربنا نخلص، احنا في شهر 11 في 2015؟ الاحصائيه الجديده بتاعه 2015 يمكن لسه ما صدرتش، عاده الاحصائيات بتبقى اخر السنه. بس المؤشرات الثانية عند حضراتكم ايه؟ يعني ايه اللي حاصل؟ العدد زاد، العدد قل، ايه اللي حاصل؟ طيب للحقيقه احنا يعني ما عندناش وباء الايدز، ما عندناش مشكله ايدز كبيره، العالم كله دلوقتي مرعوب من مشكله الايدز. يعني انا كان علاقتي بالموضوع ان انا بتكلم على موضوع تعاطي المخدرات بالحقن وعلاقته بانتشار الاصابه بفيروس نقص المناعه او الايدز. في العالم كله تقرير المخدرات العالمي بيقول ان في 13 مليون بياخد مخدرات بالحقن، نسبه الاصابه حوالي 1.7 مليون يعني أصيبوا نتيجة تعاطي المخدرات بالحقن جالهم إصابة بفيروس نقص المناعة أو الإيدز. الوضع عندنا في مصر مطمئن، ما عندناش مشكلة كبيرة، يعني لو بالنسبة للعدد ده الوضع عندنا مطمئن. بس هل العدد ده هو العدد الحقيقي ولا ممكن يكون 10 أضعافه موجودين في السر احنا مش عارفين؟ للحقيقة دايما الأبحاث العلمية احنا بنرتكز دايما في كلامنا على أبحاث علمية موثقة، وحتى وان كان في نسبه بايس او نسبه خطا في البحث العلمي افضل بكثير من نسبه توقع في غير البحث العلمي. يعني لو نتفق على البحث العلمي افضل بكثير ان احنا نختلف على غير كده، او نختلف على البحث العلمي افضل ما نتفق على غير بحث علمي. فالحقيقه عاده الاصابات بتكون اكثر. ليه؟ لان في كثير من الناس لا يتقدموا للعلاج، في كثير من الناس بيجي بعد الاصابه اكتشاف الاصابه بالصدفه، ان رايح يتحجز للعلاج فعملنا تحليل فاكتشفنا الاصابه، فعاده بيجي بعد وقت متاخر، لكن الاصابات هي اكتر من كده للحقيقه. طيب يعني برضو حضرتك ما قلتليش اي مؤشرات ل 2015، لكن ممكن بلاش تقولي مؤشرات، هل نبقى متفائلين ان العدد بيقل؟ هل متفائلين ان الدنيا يعني بتتظبط؟ ولا نبقى عارفين انه في عدد بيزداد في المصابين بالايدز في مصر؟ نقدر نقول الوضع مستقر، لكن ربما الوضع غير المستقر اللي هو زيادة تعاطي المخدرات بالحقن. لما حصل مشكلة الترامادول وغير الترامادول في فبراير اللي فات، ناس كثيرة شفتت من الترامادول على الهيروين. وعادة الناس اللي كانوا بياخدوا ترامادول البادجت بتاعتهم كانت 30 40 50 جنيه. فال 30 40 جنيه لما هيجيبوا له تيكت واحدة مثلا من الهيروين عشان تعمل دماغ معاه، عشان يعني يحس انه بياخد مخدرات هياخدها بالحقن، ودي كارثه، دي كارثه كبيره تعاطي المخدرات بالحقن. العدد الاكبر في الاصابات كان بسبب تعاطي المخدرات بالحقن بنسبه 39%، والرقم الثاني او السبب الثاني كان العلاقات الشاذه. فاذا علاقه تعاطي المخدرات بالحقن هو الكارثه واللي لازم نسيطر عليه. طب ازاي حضرتك بتقترح انه يتم السيطره عليه؟ طيب اول حاجه ننطلق للخطه القوميه لمكافحه لحل مشكله الادمان او خفض الطلب على المخدرات. اول حاجه تشديد التجفيف المنابع، خفض العرض من المخدرات. الهيروين متوفر دلوقتي وبرخص اضطراب، متوفر كتير دلوقتي، يعني التيكت دلوقتي اتصل ل 30 ل 40 جنيه، طبعا دي كارثه. دي حاجه. الحاجه الثانيه
تشجيع الناس على العلاج. ازاي متوفر برخص التراب؟ ازاي كده يعني؟ يعني كان معلوماتنا انه المخدرات دي النوعيات دي بتبقى غالية جدا ومش متوفرة. يعني للحقيقة العكس دلوقتي، يعني عادة الاسعار بتاعت اي منتج اي سلعة بتغلى مع الوقت. يعني لو شفنا اسعار الثمانينات مثلا لاي سلعة مقارنة بالان بتكون طبعا اضعاف مضاعفه. والمخدرات هي الحاجه الوحيده اللي بترخص، الوحيده وبالذات الهيروين. الهيروين كان في الثمانينات اغلى بكثير من دلوقتي، كان الجرام في الثمانينات ب 2500 جنيه، الجرام دلوقتي ب 150 و200 جنيه، لانه بقى متوفر اكتر يعني في السوق. طبعا متوفر اكتر، احنا مستهدفين، عندنا مشكله يعني لاسباب كثيره. احنا مستهدفين يعني حضرتك شايف انه في حد معين او مكان معين او بلد معينه مثلا هي بتجيب لنا الهيروين علشان احنا مستهدفين، عشان شبابنا يعني يصابوا بالداء الخطير ده؟ كل دول العالم، كل الشعوب مستهدفه من المافيا الدوليه، من عصابات الاجرام المنظم بالمخدرات. احنا عندنا مشكله مخدرات متفاقمه، البحث القومي للادمان بيقول عندنا على الاقل 3 مليون مدمن. ايوه. للحقيقه عندنا تزايد في ارقام، في حين الارقام العالميه والابحاث العالميه بتقول زي تقرير المخدرات العالمي ان نسبه مستقره بالتوازي مع زياده عدد السكان حوالين العالم، لكن احنا، والكلام ده على لسان رئيس الوزراء ابراهيم محلب، كان بيقول ان معدلات التعاطي، رئيس الوزراء عندنا السابق يعني، رئيس الوزراء السابق كان بيقول ان معدلات التعاطي عندنا ضعف المعدلات العالميه، لان احنا عندنا مشكله متزايده في مشكله تعاطي المخدرات. لكن المشكله مش متزايده في مساله الاصابه بالايدز. للحقيقه المشكله، يعني مش عايزين نقلق من حته الايدز قد ما نقلق من توفر المخدرات، قد ما نقلق من توفر الهيروين، قد ما نقلق ان في ناس كانت تاخد ترامادول ب 20 30 جنيه شفتت على هيروين دلوقتي هتاخده بالحقن. مشكله الحقن في ايه؟ مشكله الحقن ان بيحصل شيرنج للندل، ان هم بيتبادلوا السرنجه مع بعض، بيروح يجيب من مكان بعيد ما فيش سرنجه، او الصيدله بيرفض يديله سرنجه او كده، فبيشاركوا السرنجه مع بعض. العالم كله مرعوب من موضوع مشاركة السرنجات، العالم كله بيتكلم دلوقتي، بطل يتكلم عن المخدرات لكن بيتكلم على تعاطي المخدرات بالحقن. ليه؟ لأن تعاطي المخدرات بالحقن بيتسبب في زيادة الإصابات بالنسبة لمرض الإيدز، في زيادة الإصابات بالنسبة لالتهابات الكبدية بي وسي وأمراض كتير. طيب بشكر حضرتك على هذه المعلومات القيمة دكتور عبد الرحمن حماد، مدير وحدة طب الإدمان بوزارة الصحة والسكان.